والحمد لله على قد ما بنوسع في العمالة على قد ما ربنا بيكرم. بيقتلوا الزباين في شركة توشيبا العربي. عارفين المثل اللي بيقول المنتج ده الناس هيموتوا نفسهم عليه؟ أهو ده اللي حصل حرفياً في شركة توشيبا العربي، واللي كان كارثة بكل معنى الكلمة. فتخيلوا معايا كده إن في أكتر من 52 واحدة كانوا هيموتوا في فرع توشيبا العربي اللي في صلاح سالم، والسبب اللي كانوا هيموتوا بيه أقل حاجة تتقال عليه إنه إهمال مش طبيعي. فتخيلوا معايا كده إن في عمال سابوا التكييف المركزي بتاع الشركة من غير صيانة في نفس الوقت اللي كان في ستات بتشتري من هناك، وهم أعدادهم قليلة يا دوبك 64 بس. فجأة حصل تسريب غاز فريون من التكييف المركزي، وده تسبب في أضرار بسيطة مش مهم نقولها، لأن في 52 واحدة بس جالهم حالة اختناق. بعدها الدنيا قامت على الشركة، واللي ردت وقالت وإيه يعني غلط مش مقصود، وإحنا والحمد لله لحقنا المخنوقين قبل ما يموتوا، يعني إحنا عدنا العيب. وكمان ده ما حصلش عندنا إحنا وبس، لأن في نفس المنطقة تسريب غاز حصل في مسجد الرحمن الرحيم، واتخنق 4 بسببه، والمهم إننا نقلناهم لمستشفى الدمرداش وعلى حساب الشركة. ودي كانت تصريحات المدير المسؤول عن فرع الشركة اللي في صلاح سالم. وفي النهاية إحنا مش هنعلق على اللي حصل، لأننا هنسيب التعليق ليكم أنتم، واستنونا في حلقات جاية كتير ومفاجآت أكتر في مباشر عين مصر.